اولا هذه الدوره هذه كتجي يومين بعد ذكرى المسيره في سياق دي اهميه كبيره. هذه الذكرى اللي تقريبا الان وصلت للسنه الأربعين عندها جوج ديال التجليات. التجلي الاولى هو انه في هذه المده الطويله المغرب حقق شيء الكثير في ارض الواقع وعلى المستوى السياسي بالنسبة للأقاليم الصحراوية العزيزة علينا، ولكن في نفس الوقت هي مدة ربما أن طولها استنفد الصبر اللي يمكن يتحلى به الشعب المغربي والمجتمع المغربي لإنهاء هذا الملف بصفة نهائية وللدخول إلى مرحلة جديدة سواء على المستوى الوطني أو على مستوى أقاليمنا، لندخلوا في دينامية تنموية جديدة وندخلوا في دينامية مؤسساتية جديدة، وخاصة أننا على وشك إعطاء انطلاقة الورش الجهوية الموسعة اللي كيخص يكون فرصة لفتح هذه المحطة. وهذا الشيء كله بطبيعة الحال جاء في الخطاب الملكي السامي، خطاب صريح واضح ولكن في نفس الوقت خطاب صارم.